وهذه السيده بان هي ساكنه عندنا مني كانت حامله ببنتها وهي ساكنه معنا في هذا الحي، هي وراجلها ولدت البنيه ولدات الوليد وربات وليداتها معانا وضرب عليهم تماره، راجلها مشى وخلاها طلقها وهي بقات ضاربه عليهم تماره، كتخدم مسكينه في اي عمل كان كيف ما كان ما قداش على الزمان، المهم ضاربه معاه. دخلت عندنا للسوق هنايا مده 10 ايام او المهم ما يحاول اسبوعين، خدامه مسكينه في واحد القهيوه اكلات خفيفه كياكلوا عندها الناس صحاب السوق، وخلي شي وحدين برانيين، المهم بنيتها وليدها كيلعبوا حداها، وهاد الاقوال حنايا دليناها السلطات في الدار الحمراء في البي جي بهاد الاقوال اللي كنقول لكم بان حنا كنشهدوا كمالينس انا نائب على مالين السوق كلهم بان هاد الوليدات كيلعبوا حدانا وكنشوفوهم يوميا معاها، وهاد السيده مسكينه دايره اكثر من جهدها، وقالت قلبي تيقول لي بان هاد المحلات اللي هما مسدودين وما اللي هما ما كاينينش، شاكه بنتي غتكون شي حانوت من هاد الحوانت. كنطلبوا رجاء وتمني من السلطه المحليه وكذلك وزاره الداخليه يكون عندها شي تدخل، ومن رئيس المقاطعه جودار اللي كينوب علينا وحنا اللي ترشحنا عليه باش يوقف مع هاد السيده ويحل الحوانت، لانه هما بوحدهم اللي عندهم القدره باش يحلوا المحلات، حنا كجمعيه ما عندناش حق نحلوا المحلات ديال الناس، يجيو يحلوا المحلات ويخلوا هاد المراه غتبرد لها كبدتها، غتحيد وتيأس بان بنيتها ما كايناش داخل السوق. حنا بغينا السلطات تحرك معانا، اي حاجه عرفتها تبحث فيها تمشي معانا، يديروا كلب ديال الحراسه ويجي يشمشم الحوانت الا ما كانوش يقدروا يحلوه، يشمو يجيبوا كلب ديال الحراسه يشمشم ويعرف واش كاين شي روح هنا ولا ما كايناش، واش هاد الدريه سادين عليها ولا ما سادينش عليها. حنا اي اجراء باش تبان هاد الدريه خديجه راه بنتنا، راه في السن ديال حفيدتي انايا، هاد الدريه راه رعات حدايا، راه كنعرفها كنشوفها، البارح انا ما نعش اما امها هادي يومين الله يعلم بها، انا البارح درت في دار الزماط، انا من 84 وانا ساكنه هنا عمر دار الزماط ما دخلت ليها، البارح دخلت بحثها كوري كوري محل محل شجره شجره ما كايناش. حنا بغينا نعرفوا هاد الدريه فين مشات، كنآزرو كنآزرو سناء ام خديجه، كنآزروها في المحنه ديالها وكنتمناو من هاد الدريه تبان، لاننا حنايا عينا من البحث وحنا كنساء مغلوب على الامر ديالنا، السلطات اللي عندها الحق، السلطات اللي خصها تآزرنا، السلطات اللي توقف معانا وتوقف مع هاد السيده تتلقى بنتها، ولكم الف شكر وسلام.